طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. طلاب دفعة 23، الله يفتح عليكم يا رب ويبارك بالهمم إن شاء الله تعالى. رح نشرح محاضرة ثانية في هذا الفيديو من مادة الانترو تو ريسيرش للفصل الثاني سنة أولى. طبعا هذه المحاضرة كثير قصيرة، ما فيها حكي كثير. لو متذكرين بالمحاضرة الأولى أخذنا إيش تعريف الريسيرش، أخذنا مليون تعريف للريسيرش، بعدين أخذنا إنه وين ممكن نستخدم الريسيرش بالإيفيدنس بيس براكتس أو هو نفسه الإيفيدنس بيس ميديسن، تمام. بعدين أخذنا خصائص الريسيرش، كان 6 خصائص، وآخر شيء أخذنا أنواع الريسيرش. حكينا أنواع الريسيرش ممكن إحنا نشوفها من 3 view points، من 3 وجهات نظر. لو بدي أحكي أنواع الريسيرش من ناحية الابليكيشن، ففي عندنا نوعين: pure research والapplied research. حكينا pure research هو نفسه basic research أو fundamental research، ومثال عليه مثلا كان نيوتن، وكمان مثال ثاني، تمام. ولو بنحكي انواع الريسيرش من وجهه نظر الاوبجكتيف، اهداف الريسيرش، في عندنا 4 انواع للريسيرش. اول نوع هو الديسكريبتيف ريسيرش، حكينا هو بس تو ديسكرايب سمثينج، تمام. وبعدين حكينا النوع الثاني الكورليشنال ريسيرش، حكينا هاد تو فايند ا ريليشن شيب بتوين تو ثينجز او بتوين تو فينومينا بتوين تو سيتويشنز. بعدين اخذنا النوع الثالث اللي كان اكسبلاناتوري ريسيرش، هذا حكينا بجاب سؤال هاو، تمام، انه تو اكسبلين كيف هاي العلاقه كانت موجوده. واخر شيء اخذنا النوع الرابع اللي هو الاكسبلوراتوري ريسيرش، حكينا هذا من امثلته انه تو اكسبلور، من امثلته اللي هي الفيزيبيليتي استدي اذا متذكرين، تمام. ولو بنحكي كمان انواع الريسيرش من وجهه نظر الانكويري مود، ففي عندنا نوعين: كوانتيتيف ريسيرش او كواليتيف ريسيرش. حكينا الكوانتيتيف ريسيرش هو نفسه الستراكشر، تمام، والكواليتيف هو الان ستراكشرد. في هذه المحاضره راح نعرف الفرق بين الكواليتيف والكوانتيتيف ريسيرش. فنبلش، بقول لك A study is classified as qualitative research. إنه متى بحكي عن الستدي، لما أحكي ستدي هو نفسه أنا بحكي الريسيرش، تمام؟ فالدراسة هي نفس البحث، فالبحث يصنف كأنه qualitative. شو يعني؟ قبل ما نكمل، شو يعني qualitative و quantitative؟ بالعربي quantitative معناها كمية، تمام؟ دراسات كمية أو أبحاث كمية، و qualitative معناها أبحاث أو دراسات نوعية، تمام؟ فهاي الترجمة العربي، لكن مشان الله سيبونا من العربي، تمام. فانه احنا بقول لك استدي الدراسة تصنف كأنها كواليتيتيف متى؟ في 3 حالات او في 3 شروط. بقول لك if the purpose of the study is to describe a situation, phenomena or a problem. فلو كان الهدف من الدراسة انك توصف حال معينة، توصف ظاهرة معينة او توصف مشكلة معينة، خلاص نوع الدراسة بكون كواليتيتيف، تمام. كواليتيتيف معناها نوعية، انه هي خلاص توصف نوع هاي الدراسة. فانت لما تشوف to describe، خلاص انا بسوف describe، فالجواب مباشرة qualitative، تمام. طيب فهاي اول حالة لما اشوفها بقول ان الدراسة تكون qualitative. ايش هي الشغلة الثانية؟ الشغلة الثانية بقولك if the information او الفاريبلز المتغيرات is gathered through nominal or ordinal scale. بحكي لك لو انت جمعت المعلومات، تمام، المعلومات هي نفس المتغيرات الفاريبلز is gathered through، تم تجميعها من خلال مقياس من مقاييس بسميه nominal or ordinal scale. شو هذا nominal or ordinal scale؟ مش راح اشرحه هسه لانه راح تاخذوه محاضرة السادسة، لا راح تاخذوه محاضرة الخامسة، تمام. فهدول شرحهم للمحاضرة الخامسة، تمام، مع شرح طبعا المحاضرة الخامسة بتحكي عن موضوع اسمه الفاريبلز، فالفاريبلز وانواع قياسات المحاضرة الخامسة. لكن انت ايش مطلوب منك في هالمحاضرة؟ تحفظ لي بس انه لو كانت المعلومات او الفاريبلز اللي هي المتغيرات جمعتها عن طريق مقياس اسمه نومينال او اوردينال، بكون نوع دراسة كواليتيتيف. طيب شو يعني نومينال اوردينال؟ المحاضرة الخامسة، تمام. طيب فهون بس احفظوها حفظ وان شاء الله الخامسة تفهموها. طيب الشغلة الثالثة او انه الشرط الثالث لحتى احكي عن الدراسة بتكون كواليتيتيف، انه if the analysis أو كان تحليل is done to establish the variation in the situation, phenomena or problem without quantifying it. هاي جدا مهمة، إنه لو أنت عملت analysis، analysis معناها تحليل البيانات، لو أنت حللت البيانات، طبعا البيانات هي نفس الانفورميشن، لو أنت حللت هاي المعلومات اللي جمعتها، تمام، كان هدفك من التحليل لحتى to establish، تأسس الفاريشن، الاختلاف أو التباين، variation معناها تباين، تأسس التباين في حال محددة أو ظاهرة أو مشكلة بدون ما تحدد قديش هذا التباين، بكون نوع دراسة qualitative. شو يعني هذا الحكي؟ خلينا نشطب هون عشان نفهم شو يعني إنه if the analysis is done to establish the variation. هلا أنت شو يعني الفاريشن؟ معناها اختلاف.
افرض انه انت عندك هيك مشكلة محددة تمام، او ظاهرة محددة انه مثلا لقيت في الذكور عندهم سمنة اكثر من الاناث تمام، فلما تحكي انه انت بدك تعمل establish the variation انك تحدد التباين، بس تحكي انه الذكور عندهم سمنة اكثر من الاناث بس، هاي معنى establish the variation، انه انت تحط تبين الاشياء توصفها، انت توصف ظاهرة السمنة عند الذكور والاناث بس تقول في تباين بيناتهم تمام. طبعا لما تحكي في تباين بس بدون ما تحدد كمية هذا التباين تمام، لانه لو حددنا الكمية بصير نوع دراسة quantitative، لكن ما دام انه ما حددنا الكمية بس ظل وصف بدون ارقام فالجواب حيكون qualitative تمام، ونوع الدراسة راح يكون qualitative بس. ففي هاي الثلاث شروط بكون نوع الدراسة qualitative، لو انت كنت قاعد توصف شغلة محددة، لو انت كنت بتجمع variables بمقاييس بسميها nominal ordinal قلنا بنعرف شروح المحاضرة الخامسة، لو انت قاعد بتعمل analysis لحتى توصف التباين to establish the variation without quantifying it بدون ما تعطيه رقم، بدون ما تحدده رقميا تمام. في هاي الثلاث حالات تكون qualitative. طيب a study is classified as quantitative، متى تكون الدراسة تعتبر quantitative يعني كمية، تعطيك كمية محددة. كمان في ثلاث شروط، الشرط الأول if you want to quantify the variation in a phenomenal situation or problem، لو أنت بدك تكمم أو تعطي كمية محددة لهذا التباين في ظاهرة أو حالة أو مشكلة هون بعتبرها quantitative تمام. اما في الكواليتاتيف احنا حكينا without quantifying، بس لو تعملها quantify بصير quantitative تمام. فانت هون بس وصفت الاختلاف، هون انت اعطيت رقم كمية لهذا الاختلاف فصارت quantitative. هاي اول شرط. ثاني شرط طبعا phenomena معناها ظاهرة، situation معناها حالة، problem معناها مشكلة، وحكينا عربي يسيبونا منه. طب if the information is gathered using predominantly quantitative variables، نوع ال variables بالquantitative study بكون quantitative variables. طب شو هي quantitative variable؟ حكيت لكم المحاضرة الخامسة بالمادة بتحكي عن كل variables، رح نأخذها بالمحاضرة الخامسة، ف يعني هاي خليها المحاضرة الخامسة. طب الشرط الثاني حكينا يكون quantitative variable، خاص من اسمها quantitative variable رح تكون quantitative study. والشرط الثالث if the analysis is gathered to ascertain the magnitude of variation، انك انت تتأكد أسيرت معناها يتأكد من كمية وحجم التباين، variation حكاية معناها تباين، magnitude معناها كمية، فأنت لو بدك تتأكد من حجم وكمية التباين تمام، فهي الدراسة تكون نوعها quantitative. فمقارنة تمام نقارن هيك بين quantitative وqualitative، مثلا الqualitative كانت to describe، الquantitative كانت to quantify the variation، الqualitative كان نوع scales أو نوع variables فيها nominal ordinal scale، لكن الquantitative كان فيها quantitative variables. بالنسبة للanalysis في الqualitative بكون to establish the variation، لكن في الquantitative بكون to ascertain the magnitude تمام. طيب هذول جدا مهمين وكل امتحان لازم يجي سؤال منهم. طيب أمثلة على دراسات بكون نوعها quantitative study، examples of quantitative research study. لو أنا سألتك how many people have a particular problem، يعني كم عدد الناس عندهم مشكلة محددة، كم عدد الناس عندهم سرطان قولون، راح تحكي لي 5 أو راح تحكي لي 6، أنت قاعد تعطيني هون magnitude تمام، قاعد تعطيني رقم، قاعد تعمل quantify للناس اللي عندهم هاي المشكلة. ما دام أعطيتني magnitude أو quantify فخلاص هاي بتكون quantitative، ليش أنت حددت لي رقم تمام. كمان لو سألتك سؤال how many people hold particular attitude، كم عدد الناس اللي عندهم هذا السلوك المحدد، يعني كم عدد الناس عندهم depression، كم عدد الناس عندهم اكتئاب، بتحكي لي 7 بتحكي لي 8 بتحكي لي 100، فانت قاعد تعطيني quantity بتعطيني magnitude، كمان بهاي الحالة بعتبره quantitative study. فهون بقدر اعتبر انه اي سؤال بسأل how many تمام راح يكون الدراسة نوعها quantitative study تمام. طيب هلا نحكي معلومات عامة عن اشي بسميه statistics. يقول لك the use of statistics is not an integral part of a quantitative study. statistics معناها الإحصاء، اللي هو الإحصاء تمام. في راح تأخذ مادة كاملة بالصيف اسمها biostatistics على سنة ثانية طبعا. فبقول لك استخدام الإحصاء أو الإحصاءات الطبية is not an integral part، ليس جزء أساسي من quantitative study تمام. بس يعني هاي الفكرة إنه نوع الدراسة يكون نوعها quantitative، إنك تستخدم فيها statistics مش إشي أساسي عادي، يعني ممكن تستخدم statistics وممكن ما تستخدم statistics بس تمام. طيب شو هو statistics؟ يعني أنا إيش بستفيد منه؟ بقول لك the main function of statistics، الوظيفة الأساسية للإحصاء is to act as a test to confirm or contradict the conclusions that you have drawn based on your understanding of analyzed data. فالإحصاء الوظيفة الأساسية منها شو يعني أنا إيش بستفيد منها؟ إنه هي بتشتغل كتست كاختبار تمام، تشتغل كاختبار. هذا اختبار شو ماله؟ بيأكد to confirm معناها يؤكد، contradict معناها انه
اجيب لك معناها بالضبط. حكيت لكم مد وضح احفظوها بالانجليش احسن، انك تعارض او تناقض، تمام، يناقض الكونكلوجنز اللي هو الاستنتاجات اللي انت رسمتها وكتبتها بناء على فهمك للذات البيانات اللي تم تحليلها. شو الفكره هون؟ انه الوظيفه الاساسيه للاحصاء الطبيه هو كانها اختبار، تمام، كانه هيك تيست. هذا التيست شو بيعمل؟ بياكد او برفض، بيعمل يعني بيناقض، برفض ايش برفض وايش بياكد؟ الاستنتاجات اللي انت رسمتها وكتبتها بناء على ايش؟ هاي الاستنتاجات اللي كتبتها بناء على فهمك للداتا، بناء على فهمك للبيانات، تمام. بس هاي الفكره صراحه، هاي الجمله راح تفهموها اكثر لقدام المحاضره الجايه، فخليها لوقتها لو ما فهمت عادي يعني حاليا. طيب هلا الستاتستكس هاي انا ايش بستفيد منها؟ لها ثلاث وظائف، يعني هاي بعتبرها فانكشنز اوف ستاتستكس، او انه خلينا نقول رول اوف ستاتستكس، اوف ستاتستكس، دور الاحصاء. اول شغله الاحصائي، الاحصاء بيساعدنا هيلب يو تو كوانتيفاي ذا ماجنيتيود اوف ان اسوشيشن اور ريليشن شيب. فاحنا عن طريق الاحصاء بنقدر نحدد كوانتيفاي حجم علاقه محدده او ارتباط محدد. شو الفكره؟ انه لو انا سالتك، تمام، كم عدد طلاب دفعه، تمام، فانت راح تعمل احصائيه محدده تعد فيها، تعمل كوانتيفاي تحدد فيها عدد طلاب الدفعه. فالفكره الستاتستكس بس هي بتساعدنا تو كوانتيفاي ذا ماجنيتيود، انه نحدد حجم العلاقه بين شغلتين، تمام. بس هاي الفكره. صح قبل شوي حكينا انه مثلا انه الذكور عندهم سمنه اكثر من الاناث، اكثر من الاناث. طب قديش مقدار هاي السمنه؟ فتستخدم statistics حتى تحدد، تقول الذكور سمينين بنسبة 30% أكبر من الإناث، تمام؟ فأنت لما حكيت 30% هاي كيف جبتها؟ عن طريق الإحصائيات. بس هاي الفكرة يعني. طيب كمان statistics provide an indication of the confidence you can place in your finding، إنه هاي statistics الإحصائيات تعطيك indication زي إنه هيك يا الله بالعربي، انه اشاره ومؤشر، تمام، للثقه، لثقتك انت بالنتائج تبعونك، انه انت قديش تكون واثق من نتائجك. فعن طريق الستاتستكس هي بتعطيك مؤشر لثقتك بهاي النتائج. واخر شغله help you to isolate the effect of different variables، انه انت عن طريق الستاتستكس، تمام، تقدر انك تفصل وتعزل اثر الفاريبلز المختلفه. صراحه هاي الثلاث نقاط راح نفهمه اكثر بالمحاضرات الجايه، فاللي ما فهم والله عادي راح تفهم لقدام في المد. بس كمراجعه الستاتستكس انه بستخدمها لحتى احدد مقدار حجم محدد، مثل ما قلت هون 30%، بستخدمها كمؤشر، وهذا مؤشر بدلني انه انا قديش اكون واثق من النتائج تبعتي، بستخدمها كمان حتى افصل اثر فاريبل محدد. شو فكره افصل انه فاريبل؟ حكيت لكم المحاضره الخامسه مش رح نشرحها هسه، فانه لما ناخذ الفاريبلز رح تعرف شو يعني isolate the effect of variable، تمام. فلوقت تفرج أنا في المحاضرة الخامسة راح أرجع أحكي لكم هاي المعلومة. طيب هيك إحنا خلصنا إنه شو الفرق بين الكواليتيتيف والكوانتيتيف ستدي، تمام، هذول جدا مهمين، وحكينا شوي عن الستاتستكس. بس وأهم شيء هون صراحة إنه هاي أهم نقطة اللي هي كانت بالأصفر، حكيت لكم أي شيء بالأصفر مهم، هذول الثلاث مهمين تحفظوا تحتيه خط. بس أنت احفظ isolate the effect of variable, quantify the magnitude, وindication of the confidence، تمام. طيب هلا ناخذ what is quantitative research، بعدين ناخذ what is qualitative research، تخلص محاضرة. ف what is the quantitative research؟ مثل ما قلنا الquantitative research methods are concerned with structured and numerical data analysis. هلا ناخذ قاعدة، أي إشي فيه أرقام بكون الجواب أو بكون نوع دراسي، نوع البحث quantitative، نوع بحث كمي، تمام. وأي شيء بكون structured مثل ما حكينا فوق بالمحاضرة الماضية إنه quantitative بكون structured والqualitative بكون unstructured. فهاي إشي مكرر، إنه structured تعتبر quantitative، كمان الداتا تكون رقمية فيها أرقام، تمام، بعتبرها quantitative research. بس كمان quantitative research بستخدمه to build accurate and reliable measurements that allows for statistical analysis. وهذا الشيء بعتبره central goal، بعتبره هدف مركزي. فهاي جدا مهمة، يعني الهدف المركزي من quantitative research إيش؟ إنه to build، إني أبني accurate and reliable. accurate معناها صحيح، reliable معتمد، مثل ما أخذنا المحاضرة الماضية measurement، أدوات قياس تكون صحيحة ومعتمدة. هاي أدوات القياس الصحيحة والمعتمدة بستخدمها في تحليل إحصائي، تمام؟ طبعا statistical analysis راح ناخذ محاضرة جاي اللي الثالثة ونفهم شو يعني statistical analysis لو قلت فارغ. لكن بدي تحفظ حفظهم بعينك الله، انه central goal من quantitative research هو انك تبني measurement، ادوات قياس تكون reliable وتكون accurate، تمام. بس هذا بدي اياك انت تكون عارفه من كل القصة. كمان انه
quantitative research, it is very effective at answering the what or how of a given situation. فإنه إحنا بالquantitative research منجاوب أسئلة. إيش هي الأسئلة؟ سؤال what، سؤال how، بجاوبه عن طريق quantitative research. تمام؟ بس يعني إنه هيك بجيب لك سؤال. To answering what and how question we use quantitative research, qualitative research، أنواع ثانية جواب quantitative research. تمام؟ بس بقول لك الـ questions في الـ quantitative research are direct, quantifiable and often contains phrases. تمام؟ فهاي جدا مهم كمان انه انواع الاسئلة في الـ quantitative research تكون اسئلة مباشرة، تكون اسئلة quantifiable معناها قابلة تمام للتكميم. شو يعني قابلة للتكميم؟ انه بقدر اعطيها كمية، بقدر اعطيها رقم. تمام؟ إن الجواب بكون رقم، أي سؤال بكون جوابه quantifiable، بكون قابل إنك أنت تعطيه رقم، فكون نوع research quantitative. وأيضاً contain phrases، إنه فيها، شو يعني phrases؟ إنه فيها أكثر من جملة يعني، إنه what percentage، what proportion، to what extent، how many، how much. حكينا إنه أصلاً الـ quantitative بجاب what and how، فتطلع كلهم what، 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 how، how. تمام؟ فهاي إنه أصلاً إيش بس، شو يعني phrases؟ إنه يكون كلمتين مع بعض، هاي بسميها phrase. هذول الثنتين مع بعض بسميهم فريز، هاي فريز، هاي فريز. فالفكرة انه هذول الأسئلة بس اشوفهم الجواب نوع الريسيرش مباشرة quantitative research بس. تمام؟ يعني كيف بيجي السؤال هون؟ The quantitative research is answering all of the following questions except، بجيب لك ثلاث من هذول الأسئلة وسؤال رابع مثل ما هوش دخل بهذول، يكون هو الجواب. تمام؟ بس هاي الفكرة. كمان انه quantitative research it enables us to understand population demographics, usage, attitude, trends and anecdotal knowledge. فكرة الquantitative research انه بيساعدنا تمام لحتى نفهم الديموغرافيكس. الديموغرافيكس ما بعرف معناها بالعربي، لكن بدي احكي لكم معناها بالانجليزي. هي معناها الايج، الجندر، تمام، الانكم تبع الناس. هاي معنى الديموغرافيكس، هي ثلاث اشياء: عمر الشخص، الجنس تبعه، والدخل تبعه. هاي معنى الديموغرافيكس. فانت لحتى تفهم population معناها مجتمع، لحتى تفهم عمر وجنس ودخل المجتمع تستخدم بحث الـ quantitative research بس. تمام؟ لحتى تفهم الاتيتيود اللي هو السلوك، والكان هون ترند، الاشياء ترند اللي هي معنى ترند، انتوا عارفين ايش معناها، انت بتستخدم quantitative research. تمام؟ بس هاي الفكره يعني. كمان بقول لك quantitative research measurements بيستخدم ادوات قياس. measurements معناها ادوات قياس. ادوات القياس بيستخدمها في quantitative research ايش هي؟ اربع اشياء. اول شغله اللي هي frequencies. frequencies معناها نسبه التكرار. تمام؟ الكاونت معناها العد، انه انت قاعد بتعد اشياء محدده. frequencies مثل تحكي 50%، 60%، هاي بعتبرها frequency. الكاونت تكون عدد، يعني تحكي لي 150، 130 وهكذا، هاي بعتبرها كاونت. percentage معناها نسبه، اللي نفس ما قلنا 50% وهاي الاشياء. proportion معناها نسبة كمان، relationship علاقة. بس الفكرة انه ايش هي ادوات القياس اللي بستخدمها في quantitative research؟ هذول هم frequencies، percentage، proportion and relationship. وصراحة يعني لا تستغربوا مني، لكن هاي الاشياء رح ناخذها محاضرة ثانية final، فبس ونحفظوها لقدام تفهموها كمان اكثر واكثر. تمام؟ طيب، فهاي الميجرمنتس، هاي الادوات القياس هم frequencies، percentage، proportion، relationships. ايش بيساعدوني؟ provide means، بيعطونا mean هون معناها وسط. تمام؟ يعني زي طريق، يعطونا طريق لحتى احنا نعمل quantify، نحدد ونعطي رقم. and provide evidence، ونعطي دليل، نقدم دليل لل variables listed above، للمتغيرات المكتوبة فوق. ايش هم المتغيرات المكتوبة فوق؟ المتغيرات المكتوبة فوق قصده عن الديموغرافيكس والاتيتيود والترند، هذول بعتبرهم متغيرات. تمام؟ فانت هون حاسس نعجق اللوح. فانت هون عندك هذول انه الديموغرافيكس واليوزج والاتيتيود بعتبرهم متغيرات. تمام؟ فطيب هاي المتغيرات بدي اقيسها، كيف بقيسها؟ عن طريق ميجرمنت. تمام؟ هاي الميجرمنت ايش هي؟ فريكوانسي، بيرسنتج، بروبورشن، ريليشن شيب. طيب هاي الميجرمنت حكينا بستخدمها لحتى اقيس هذول المتغيرات. طيب هاي الميجرمنت ايش بتساعدني؟ بتعطيني وسط لحتى اقيس واعطي عدد واعطي ايفيدنس لهاي الفاريبلز موجوده هون. بس حكيت لكم المحاضره الخامسه بتحكي عن الفاريبلز، ورح نحكي عن الفاريبلز مليون توسع أكثر هناك. تمام؟ آخر شيء إنه quantitative study highlight trend across data sets or study groups، تعطينا الترند. ترند أنتوا عارفين معنى ترند، إشي يعني صار ترند. تمام؟ across data sets، عن طريق set معناها مجموعة، عن طريق مجموعة data، عن مجموعة بيانات يعني، of study groups، لمجموعات الدراسة، but not the motivation behind observed behavior.
تمام. بس الفكرة إيش تعرف إنه quantitative research بستخدم data set مجموعات بيانية، ما بستخدم observation behavior، ما بستخدم السلوك، تمام. طب شو يعني هذا الشيء؟ أنا مش فاهم، بس صبرك لآخر محاضرة بتفهم. هون بديش أقول لك محاضرة جاي، آخر محاضرة بس بدي تعرف إن quantitative بستخدم data set not motivation. not motivation معناها اللي هو الحماس، مش الحماس اللي بكون خلف سلوك محدد بس، تمام. يعني تحفظ إيش إنه أنت بتشوف data set فالجواب حيكون quantitative بس مش motivation ولا behavior. وشو يعني هذا الشيء اللي قدام تعرف كمان شوي. طيب هيك خلصنا ايش تعريف quantitative، انه اهم شيء بكون structured numerical، انه بخليني قادر اني ابني accurate reliable measurements، قياسات تكون صحيحة ومعتمدة. هذا الهدف الرئيسي منها والهدف الاساسي. الميجرمنتس هاي ايش هي؟ هاي مخناهم هون ايش هم؟ هم الفريكوانسيز بيرسنتج بروبورشن ريليشن شيب. هذول ايش بستخدمهم لحتى اشوف الفاريبلز؟ ايش هم الفاريبلز؟ هاي موجودين هون، الديموغرافيك واليوزج والاتيتيود والترندز، تمام. بس طب هذول انا استخدمت ميجرمنتس كان نوعها اكيوريت ريلايبل لحتى اشوف هاي الفاريبلز. طب ليش بدي اشوفها؟ لحتى افهمها، تمام، تو اندرستاند هاي الفاريبلز بس. واخر شيء نوع الاسئله بيكون دايركت كوانتيفايبل اوفن كونتين فريزز، مثل واتس برسنتج واتس بروبورشن اكستنت وهي السوالف، تمام. بس هاي كل شيء اخذنا. طيب بالنسبه للكواليتي هاي كمان شو خليها، مش هسه هاي لازم انا احطها تحت صراحه. طيب هلا كاركترستكس اوف كوانتيتيف ريسيرش، ايش هي خصائص الكوانتيتيف ريسيرش؟ خصائص الابحاث الكميه، هم ست خصائص بس احفظوا يكون بولد هون كثر الله خيركم. اول شغله ات ديلز وذ نمبرز، حكينا انه الابحاث تكون كوانتيتيف تتعامل مع ارقام، فانا بس اشوف الارقام خلاص الجواب كوانتيتيف ريسيرش، تمام. داتا كان بي ميجرد، انه البيانات ممكن اقيسها اند كوانتيفايد. كوانتيفايد شو معنى كوانتيفايد؟ انه اعطيها رقم، تمام. لما اقيسها اوريدي راح يكون لها قياس رقم، فانه اذا انا كنت قادر اقيس هاي البيانات واعملها قياس واعطيها رقم تكون بكون نوع البحث كوانتيتيف ريسيرش، تمام. كمان انه الهدف من هاي الدراسه انه تو بي اوبجكتيف، تكون موضوعيه، تمام. بس يعني شو معنى موضوعيه؟ انه مش سبجكتيف، تمام. يعني هسه بشكل عام في عندنا كلمه اسمها اوبجكتيف، تمام، في كلمه اسمها سبجكتيف. السبجكتيفيتي اذا مذكرين اخذناها محاضره الماضي، سبجكتيف اخذناها محاضره الماضي، هي والبايس، تمام. فالأوبجكتيف عكس السبجكتيف، السبجكتيف بكون فيها خطأ، أوبجكتيف هاي إشي بيرفكت، إشي صح. فالهدف من الدراسة كوانتيتيف تو بي أوبجكتيف مش سبجكتيف، تمام. طيب الكمان من الخصائص تبعت كوانتيتيف ريسيرش، فايندينجز كان بي ايفالويتد يوزنج ستاتستيكال اناليسيس، انه انا بستخدم ستاتستيكال اناليسيس بالكوانتيتيف ريسيرش، تمام. بس هاي الفكره حكينا بقدر استخدم ستاتستيكال اناليسيس، بس لو مذكرين اتس نوت انتجرال بارت، يعني هي مش اشي اساسي لكن ممكن استخدمه. فهي من الخصائص لو كنتوا شايفين، انه من الخصائص الكوانتيتيف انه بستخدم فيها ستاتستيكال اناليسيس، بس مش هي يعني الاشي الاساسي، مش هي يعني عادي ممكن ما استخدم، تمام. كمان خصائص quantitative research it represent complex problems through variables، انه انا ممكن تكون عندي مشاكل معقدة كثير فببسطها يعني بوضحها وبظهرها represent عن طريق variables. بس هالفكرة انه انت ايش بتكون مشكلتك كبيرة ومعقدة عن طريق quantitative research، احنا بنستخدم variables وهذا التعقيد كلياته بروح بودع وبيعطينا اشي كثير واضح، وراح نعرف شو يعني variables محاضرة الخامسة والله العظيم، تمام. واخر خاصيه من خصائص quantitative research results can be summarized compared or generalized، انه النتائج اللي بتطلع من بحث quantitative research ممكن الخصها، ممكن اقارنها، ممكن اعممها. طيب شو يعني هذا الشيء؟ لقدام راح تفهموا اكثر في خلال المحاضرات الجايه، لكن بس احفظوها حفظ، النتائج البحث تكون quantitative research انه ممكن الخصها، ممكن اقارنها مع نتائج ثانيه، ممكن اعممها generalized انه تعميم، قابله للتعميم. شو يعني قابل للتعميم؟ راح ناخذ محاضرة السابعة على ما أذكر، تمام؟ طيب بس هاي الشغلة. طيب هلا الادفانتج اوف كوانتيتيف ريسيرش، ايجابيات البحث يكون كوانتيتيف، بس احفظوا تحتي خط انه مثل ما حكينا الفايندينجز اللي هي نفس الريزلتس كان بي جنرالايزد، لما احكي فايندينج اللي هي النتائج هي نفس الريزلت، والله العظيم فيش فرق، تمام. فالفكره الريزلت او الفايندينج ممكن اعممها على بوبوليشن محدده. شو الفكره هون؟ يعني افهمكم قصه التعميم. هلا بشكل عام احنا الريسيرش بنعمله، تمام، بنعمل ريسيرش مثلا في الاردن، تمام. هلا الاردن عدد سكان 12 مليون بني ادم، فمستحيل انا اروح اعمل ريسيرش على 12 مليون شخص، تمام، لان يعني 12 مليون هذول بس من بوبوليشن، بس هاي الفكره، تمام. طيب فايش كيف بعمل ريسيرش تبعي من هذول 12 مليون؟ بروح باخذ مثلا بس 600 واحد بعمل عليهم ريسيرش تبعي، تمام، هذول 600 شخص بس، فبعمل عليهم ريسيرش، هذا الريسيرش بيعطيني نتائج، تمام. هون في نتائج بتطلع من الريسيرش، فهاي النتائج بسميها ريزلتس.
طيب هسه سؤال، هل انه انا لما اعمل ريسيرش على 600 شخص ويطلع معي نتائج، هل هاي النتائج نفسها راح تكون لو عملت البحث على 12 مليون؟ يعني هل 600 يساوي 12 مليون من ناحيه نتائج؟ يعني هل النتائج راح تطلع من 600 شخص هي نفس النتائج اللي راح تكون على 12 مليون في البحث الكوانتيتيف؟ بقدر اعمم هذا الاشي بقول النتائج طلعت على 600 شخص هي نفسها في 12 مليون. متى؟ في البحث لما يكون كوانتيتيف بس. هاي الفكره، عرفتوا؟ يعني جنرالايز، بقدر اعمم انه النتيجه بتطلع معي على 600 شخص، بقدر اعممها على 12 مليون بس. هاي الفكره، فايندينج كان بي جنرالايز تو سبيسيفيك بوبوليشن، حكيت لكم هاي اسمه بوبوليشن، فالنتائج بقدر اعممها على هاي البوبوليشن بس، تمام. كمان الداتا سيتس ار لارج اند فايندينجز ار ريبريزنتيتيف اوف بوبوليشن. شو الفكره هون؟ طيب بس نضبط الامور هيك. طيب بقول لك هون انه الداتا سيت معناها مجموعه بيانات، ار لارج تكون كبيره، اند فايندينج نتائج بتكون ممثله ريبريزنتيتيف اوف البوبوليشن. شايفين 600 شخص هذول بسميهم داتا سيت، او بسميهم اسم ثاني داتا سيت، او لهم اسم ثاني بسميه سامبل. فهذول بسميهم سامبل او داتا سيت، تمام. طيب فهاي الداتا سيت تكون لارج، 600 هو مش كبير، لو كان 6000 بكون احسن واحسن، مثلا لو كان 600 لو كان 6000 بكون احسن، تمام. فالفكره كل ما كان الداتا سيت او السامبل اكبر كل ما كان افضل في الكوانتيتيف ريسيرش، ولانه الداتا سيت بتكون كبيره فبتكون هاي الفايندينج، هاي النتائج اللي بتطلع من هون ريبريزنتيتيف، ممثله تمام للبوبوليشن. يعني كانك انت بتعمل بحثك على 600 شخص كانك انت عملت البحث على 12 مليون، تمام. فهي فكره ريبريزنتيتيف، هي نفس الجنراليزيشن، يعني فيش فرق بيناتهم. وصلت يعني ريبريزنتيتيف اند جنراليزابل او جنراليزيشن؟ بس هاي الفكره يعني، تمام. فاهم شيء ادفانتج للكوانتيتيف ريسيرش انه النتائج تكون جنراليزد والداتا سيت تكون كثير كبيره، هاي مهمه. كمان فايندينجز تكون ريبريزنتيتيف. ثالث إيجابي من إيجابيات quantitative research، research framework and methods can be shared or replicated. إنه ال research framework اللي هو إطار عمل البحث، تمام، وطرق البحث اللي أنا بستخدمها في quantitative research ممكن أشاركها مع ناس ثانيين وأرجع أعمل replication، تكرار لهاي الدراسة. شو الفكرة هون؟ افرض إنه في مثلا باحثين بالصين، تمام، عملوا بحث نوعه quantitative research، فأنا ممكن quantitative research، فأنا ممكن أروح أمسك البحث تبعهم هذا، نفس الفريمورك نفس إطار عمل، وأمسك نفس الميثود نفس الخطوات أطبقها في الأردن وخلاص يطلع معي نفس النتائج. فهاي فكرة معنى إنه إطار عمل وطرق البحث يكون quantitative، ممكن أشاركها مع الناس الثانية وأكرره في أكثر من مكان عادي طبيعي. وآخر شغلة إنه أنا في quantitative research بستخدم standardized approach permit the study to be replicated over time. حكينا أصلاً إنه study ممكن تكون replicated عادي. طيب كيف ممكن تكون replicated؟ لأنه شايفين هذول الميثودز هذول الفريمورك الخطوات وإطار العمل بكون standardized، بكون موحد. شو يعني موحد؟ إنه خلاص هذول الخطوات لازم كل الناس تتبعها، إشي واحد، خطوات واحدة، فريم وورك واحد، إطار عمل واحد. ففكرة إنه في عندك أنت أساليب موحدة وإطار عمل واحد، تمام، وخطوات موحدة، هذا الشيء بسمح بيرميت للدراسة إنه ممكن أكررها خلال الأوقات، إنه عادي إنه ممكن بعمل دراسة بال 2014 بكون نوعها كوانتيتيف، أكررها نفسها بال 2020 و24 و2100 عادي، ما في مشكلة، تمام. فهي فكرة كوانتيتيف. كمان آخر شغلة بالنسبة للكوانتيتيف ريسيرش، ليميتيشنز اللي هي زي سلبيات أو ديس أدفانتج، تمام، للأبحاث كوانتيتيف. شو هي limitation أو حدود والدراسات تكون quantitative؟ Data does not provide evidence for why population think, feel or act in certain ways. إنه data، البيانات اللي أنا بجمعها في البحث quantitative، ما بتعطيني دليل على كيف الناس كانوا يفكروا أو شو الإحساس تبع الناس أو شو هاي السوالف كلياتها، تمام؟ ليش؟ لأنه حكينا فكرة الكوانتيتيف هو بتعامل مع الأرقام، يعني هو له بس هيك أرقام، ما له دخل بالأحاسيس والشعور والتفكير. يعني تفكر فيها، بقدر أحكي إنه شخص كان يفكر ست مرات تفكيره ست مرات هيك؟ يعني ما بقدر، يعني ما بقدر أعطي رقم للإحساس، ما بقدر أعطي رقم للشعور، ما بقدر أعطي رقم يعني للسلوك تبعك للأكت، تمام. فالفكرة إنه هاي الأشياء الفيل والثينك ما بقدر أعطيها أرقام، فلأنه ما بقدر أعطيها أرقام ما بعتبرها quantitative research. عشان هيك إنه quantitative research ما بيعطيك دليل على الأحاسيس والشعور وهاي الأشياء. رح نعرف إنه هاي الأشياء الثينك والفيل والاتيتيود هاي السوالف رح يكون نوعها qualitative مش quantitative، تمام. طيب فهي اول ليميتيشن او اول ديس ادفانتج. ثاني ديس ادفانتج سبيسيفيك ديموغرافيكس جروب. حكينا ديموغرافيك ايش معناها؟ هاي للابد. ديموغرافيك معناها ايج، جندر،
وانكم، تمام؟ فانه الايج والجندر والانكم تبع الجروبز بتكون معك في الريسيرش particularly vulnerable and disadvantaged group تمام may be difficult to reach. انه هاي الخصائص تمام demographics هاي يعني المواصفات انه اعمار وجنس ومستوى الدخل الناس اي ناس طيب الناس او المجموعات تكون ضعيفة او محرومة. انه بكل مجتمع بكل دولة بتلاقي في هيك فئة صغيرة فئة معينة من الناس محرومين من شيء او انه منبوذين هيك ناس ولا لهم دخل في المجتمع. بقول لك هاي الداتا وهاي المعلومات وهاي الديموغرافيكس من هذول الناس تكون ضعيفه او محرومه vulnerable and disadvantages may be difficult to reach صعب انك توصلها بس يعني تمام لا تركزوا على هاي كثير مش شرط تفهموها. اخر شغله انه studies can be time consuming انه الدراسات تكون نوعها quantitative تكون مستهلكة ومستنزفة للوقت and require data collection بتتطلب تجميع بيانات over long periods of time لفترات طويلة من الزمن تمام. بس هاي الفكرة انه studies الدراسات تكون نوعها quantitative تكون time consuming but long periods of time انه فترات زمن طويلة كثير تمام. فهذا هو البحث quantitative research بس يعني بكل بساطة اهم اشي تحفظه تحتي خط بكون بولد والبكون اصفر تمام. وكل شيء ركز عليه في الشرح هو مهم هي بس فكرة متى ما انت اخذتها هتفهم كل هاي الاشياء تمام. طيب هلا نفوت what is qualitative research خلاص محاضرة خلصت صراحة. what is qualitative research qualitative research هو بكون open flexible unstructured methods. حكينا انه اصلا unstructured هي نفس qualitative هي فوق اول شغلة صح حكينا في عندنا quantitative qualitative qualitative بكون unstructured تمام. فهي اشي مكرر. ثاني شغلة انه كون flexible كون مرن البحث بكون فليكسبل واذا متذكرين حكينا عن فليكسبل المحاضره الماضيه يكون فليكسبل ميثود اوبن انه خلاص مفتوح انه فيش شيء محدد الموضوع مرن يعني زي بكون اوبن مايندد هيك الموضوع معاه طبيعي كل شيء طبيعي. بس هاي فكره البحث بكون اوبن فليكسبل ستراكشر ميثود راح ناخذ هاي الميثود لقدام فلا تخافوا يعني. كمان كواليتاتيف انتم عارفين وين كواليتاتيف اجا كواليتاتيف جاي من كلمه كواليتي تمام. كواليتي معناها جودة. يقول لك كواليتي هاي كلمة كواليتي refers to هاي الأسئلة refers to what how when where and why of thing. إنه أنت لما تحكي كواليتي فكواليتي معناها إنه إيش وهذا الشيء كيف هذا الشيء بيشتغل متى وين وليش لهذا الشيء بيصير. بس يعني هاي الأسئلة اللي بجاوبها البحث كواليتيتيف بس هاي الفكرة تمام. كمان qualitative refers to the meanings, concepts, characteristics, simple description of things. هلا ناخذ قاعدة صح حكيت لكم quantitative هذا البحث بكون له دخل في الأرقام qualitative تمام هذا بكون البحث له دخل في الكلمات إنه أنت قاعد توصف جودة شيء محدد تقول هذا جودته ممتازة جودته ضعيفة تمام. فالفكرة qualitative بكون أشياء meaning أحاسيس يعني يكون له دخل في المعاني في الكونسبتس التعريفات انه معرف شغله كاركترستكس خصائص شغله محدده رموز وصف هاي اهم شيء انه ديسكريبشن حكينا ديسكريبشن اصلا لو مذكرين فوق اول شيء تمام انه هاي كواليتاتيف بكون في ديسكرايب فانه انا خلاص بس اشوف ديسكريبشن فانا بعرف انه وصف شغل محدد فوق كواليتاتيف. فالفكره انه الكواليتاتيف هو اي شيء وصف اي شيء له دخل معاني انه شو معنى الحب شو معنى الطب شو معنى الفلسفه هاي السوالف تمام انك انت تعرف عرف لي المرض عرف الاناتومي فهاي كلها اشياء يعني كواليتاتيف انه اشياء كلمات تمام. كمان كواليتاتيف ريسيرش بروفايد هوليستيك فيو نظره شموليه اوف ذا سوشيال فينومينا للظواهر الاجتماعيه انه انت عندك ظاهره اجتماعيه عندك مثلا كوفيد عندك مثلا مونكي بوكس عندك امراض كثيره عندك ظواهر اجتماعيه كثيره لحتى تاخذ نظره شموليه هوليستيك فيو لهذه الظاهره بدك تعمل كواليتاتيف. ليش؟ لانه انت لما بدك تقول بدي اخذ نظره شموليه بدك تعمل وصف لهذا الشيء لحتى تاخذ نظره شموليه تمام. كمان انه qualitative answers how questions rather than how many لو مذكرين انه how many كان هاي quantitative لكن ال how لحالها يكون البحث qualitative تمام. بس هاي الفكرة شو يعني انه qualitative research it looks at x in terms of how x varies in different circumstances rather than how big x is or how many x's there are. فالفكرة انه طلع انه هو بجاوب انه looks at x انه how x varies كيف x معناه مجهول انه كيف هذا المجهول بيختلف في حالات مختلفة اكثر من rather than انه قديش حجم x او قديش عدد x. حكينا انه how many و how big هذول راح يكون quantitative لكن لما احكي how x varies هاي حتكون qualitative بس تمام. طبعا اسماء العلماء مش حفظ اوكي.
ففكرة إنه X مثل ما أو إنه الكواليتيتيف مثل ما حكينا هو بجاوب أسئلة how أكثر من how many، فإنه how X varies، how cancers varies، how diabetes varies، بسأل بس كيف شغل محدد بتختلف، تمام؟ مش how many ولا how big، هذا هو الكواليتيتيف ريسيرش. كمان الكواليتيتيف ريسيرش seeks to understand، بسعى إنه إحنا نفهم a given research problem، مشكلة بحثية محددة from local population perspective، إنه من وجهة نظر محلية. فإنه الفكرة إنه في الكواليتيتيف ريسيرش إنه أنا بدي أخذ نظرة شمولية، كيف بدي أخذ نظرة شمولية؟ عن طريق إني أفهم كيف هاي المشكلة البحثية، تمام، من وجهة نظر محلية، من لوكال بيرسبكتيف، من وجهة نظر محلية. بس إنه أنا ما بهمني إنه هيك أخذ إشي من كل العالم، لا، وجهة نظر محلية يعني من دولة واحدة، من مدينة واحدة، من مرضى محددين، ما بهمني أفهم كل المرض، أنا بس بدي أخذ بكل مرض بمكان محدد، تمام؟ بس هاي فكرته يعني. وآخر شغلة إنه effective to culturally information about values, opinion, behavior of specific population. إنه فكرة qualitative research هو يعني فعال للمعلومات الثقافية، culture معناها ثقافة، فculturally information معلومات ثقافية حول values. values معناها قيم، إنه شو أنت شو قيمتك كإنسان، شو الأشياء اللي أنت مبادئك، شو الآراء تبعتك، شو السلوك تبعك. هاي أشياء كلياتها ما بقدر أقيسها في أرقام، يعني ما بقدر أحكي behavior تبعك، سلوك تبعك 5، أو التفكير الأوبينيون وجهة نظرك 7، ما بقدر يعني أشياء ما بقدر أقيسها في أرقام، بس بوصفها في كلمات، فأوريدي رح يكون النوع البحث بستخدمه فيها qualitative research بس، تمام؟ كمان بستخدم qualitative research to describe، خلاص أنا شوف describe فالجواب مباشرة qualitative research، how people طلع جاوبت how people مش how many، فها how people هاش يعني هاي describe أول إشي بدلني إنه البحث qualitative، how people ثاني إشي بدلني إنه البحث qualitative، how people experience a given research issue، فأنا خلاص شفت describe how people مباشر جواب إيش qualitative research، تمام؟ كمان إنه qualitative research offers unique opportunities for understanding complex situation. إنه إحنا لما نفهم complex situation، تمام، حالات معقدة، تمام، لو بدي أفهمها فالqualitative research بيعطيني opportunities، فرص نادرة أو فريدة من نوعها، unique معناها فريد من نوعه، تمام. فكرة qualitative إنه بيعطيك طرق وخطوات فريدة من نوعها لحتى تفهم complex situation. لو هيك بس نفرق إنه طلعوا احنا هون حكينا كومبلكس بروبلم عن طريق الفاريبل، ان الكوانتيتيف ريسيرش بيساعد اني افهم الكومبلكس سيتويشن عن طريق المتغيرات، راح نعرف حكينا راح نفهم ايش المحاضره الخامس، لكن الكواليتيتيف ريسيرش بيساعدني اني افهم الكومبلكس سيتويشن او الكومبلكس بروبلم بس عن طريق يونيك اوبورتونيتيز، عن طريق اشياء فريده من نوعها، بس مش يعني نوت فاريبلز، مش المتغيرات، بس عشان تعرف شو الفرق بيناتهم، انه سواء كان كواليتيتيف او كوانتيتيف بيساعدوني اني افهم الكومبلكس سيتويشنز، لكن كل واحد بساعدني بطريقة محددة خاصة فيه، تمام؟ طيب كمان qualitative research concerned with concepts and idiosyncratic characteristics of a select group. إنه هذا البحث qualitative بكون concerned بتعلق بالحكينا concept. concept معناها إنه مفهوم، إنه هيك فكرة، شو الconcept تبع مثلا الكانسر، انه احكي لي وصف لي الكانسر، بدك تعمل الكونسبت تبع كانسر رح يكون جواب كواليتيتيف ريسيرش. ليش؟ لانه كونسبت، تمام. ايديو سينكراتيك معناها هيك مجموعات او خصائص، اوكي، مجموعة خصائص مميزه. ايديو اللي هي الايديولوجيا، لو بتعرفوا بالعربي ايش بسميه ايديولوجيا، تمام، فانه اشياء مميزه لشيء محدد، تمام. بس انه احفظوا هيك حفظ، انه خلاص كونسبت كاركترستكس، خصائص، مفهوم محدد. فهذا هو البحث، يعني هذا هو الكواليتيتيف ريسيرش، هو انه متعلق بالاشياء الكونسبتس بس. كونسبت والايديو سينكراتيك، تمام. ايديو سينكراتيك معناها ايديولوجيا بالعربي، معناها الترجمة الصح اللي هي مميزة، اشياء بتميز شيء محدد، تمام. بس هذه الفكرة. طبعا هذا الشيء بيكون على سيلكت جروب، على مجموعة انت مختارها، فبالتالي الكونسبت اللي انت عرفته بناء على مجموعة انت مختارها، النتيجة راح تطلع والوصف تبع هذا الكونسبت راح يكون النتائج تبعته فقط applicable على similar group، على جروب بيشبه الجروب اللي انت اخترته. يعني فكرة انه انت حكيت لي كونسبت، يعني مثلا كونسبت العائلة، تمام، خلينا نحكي اشياء عامة مش طبية. كونسبت العائلة خلينا نقول في الجروب العربي او في البوبوليشن العربي، مجتمعات عربية، اشي جدا مهم واحنا نعطيه قيمة كبيرة، الأبو والأخو والأخت والأم والجدة والعمام والدنيا كلها، هذا وين؟ في الجروب تبع المجتمعات العربية. لكن تروح على مجتمعات غربية،
كونسبت العيلة عندهم يعني فكرة العيلة إشي ولا له دخل يعني مش لازم عندهم أصلا. فالفكرة إنه أنا لو عملت بحث تمام عن علاقات عائلية في وأثرها في المجال الطبي في دولة في الأردن تمام، بقدر أطبق نتائج هاي في الكويت، بقدر أطبقها في سوريا، بقدر أطبقها في العراق، لكن ما بقدر أطبق نتائج البحث تبع العائلة مثلا بلندن، أو ما بقدر أطبقها في أمريكا. ليش؟ لأنه الجروب اختلف. فإنه بس الفكرة النتائج اللي بتطلع من qualitative research تكون applicable قابل للتطبيق في similar group في جروبات متشابهة تمام. بس هاي الفكرة كمان qualitative research seeks to understand the phenomena within their cultural and natural context. حكينا أصلا إنه qualitative research هو بجمع cultural، هاي شايفين هاي هون cultural information، فبالتالي already رح يكون إنه أنا بدي أفهم الأبحاث عن طريق من وجهة نظرها الطبيعية والثقافية تمام. حكينا اسم الباحث على الفاضي. آخر شغل الأدجكتيفز الصفات مثل rich غني deep عميق أو غميق thick سميك تمام used in qualitative research. إخوان عشان تميزوا بين thick معناها سميك تمام و thin يلي معناها نحيف، كيف أنا حافظها thin تنتهي بN فبكون تعريفها نحيف، كنت أخربط بيناتهم العربي. فthick معناها سميك و thin معناها نحيف تمام. طيب نأخذ خصائص qualitative research. إيش هي خصائصه؟ إنه the focus is on process understanding and meaning. حكينا إنه qualitative هو بيهتم بالتعريف، يعني قلت لك عرف لي السرطانات، تستخدم بحث qualitative. قلت لك بدي أفهم السرطان، يعطيني نظرة شمولية لحتى أفهم السرطان، تستخدم qualitative research. فالفكرة إنه الخصائص بحث qualitative بركز على الفهم والمعاني تمام، بركز على أشياء تكون فهم يعني هيك بس تفهم، إنه وضح اشرح. كمان the researcher is the primary instrument for data collection and analysis. إنه الباحث نفسه تمام، يعني الشخص إنه أنت كباحث كريسيرشر أنت الأداة الرئيسية لجمع البيانات وتحليلها. شو يعني هذا الشيء؟ أو شو يعني data collection؟ شو يعني data analysis؟ data collection data analysis رح نأخذه محاضرة جاية الثالثة فوقت الفرج، لكن تعرفوا لي إنه الباحث هو نفسه وهو الأداة البرايمري الأولية لجمع البيانات وتحليلها تمام. كمان إنه من خصائص البحث qualitative the process is inductive، العملية تكون استقرائية. شو يعني استقرائية؟ إنه تتوقع إنه هي فيها prediction فيها توقعات، إنه أنا مثلا خلص بشوف مجتمع بدخن كثير تمام، فبوصف إنه بدخن كثير وبناء على إنه بدخن كثير نسبة سرطان الرئة عنده أكثر. ليش؟ استقراء، بس توقعت هذا الشيء استقرأته تمام. هاي معنى inductive. آخر خصائص من خصائص qualitative research the product is richly descriptive. أصلا حكينا descriptive أو description رح تكون qualitative research، فالمنتج والنتيجة النهائية تبع qualitative research بكون وصفية بشكل غني جدا تمام. طيب هيك قبل ما نخلص qualitative research في هاي الصورة كما هاي مطلوبة منكم، يعني حفظ هاي الأشياء اللي هون. إنه qualitative research purpose، إيش هدف qualitative research؟ إنه to describe حكينا تمام، understand حكيناها كمان، explain يوضح، identify يحدد، develop وgenerate. صراحة هدول موجودين هيك يعني صورة وموجودة في السلايدات فبنحفظهم. إيش هي الأهداف البحث qualitative؟ 6 أهداف. شو هم؟ بس يعني موجودين هذول كلمات describe understand explain identify develop and generate، بس هاي الفكرة. قدام راح نفهمهم أكثر لكن نحفظهم هون هيك كلمة كلمة تمام. طيب هيك خلصنا qualitative research. ضل آخر نوع من أنواع research اللي هو mixed method. شو يعني mixed method؟ إنه يكون quantitative qualitative بنفس الوقت تمام، إنه الثنتين مع بعض. فresearch problem بقول لك إنه research problem اللي هي المشكلة البحثية تبعتك. طبعا لما أحكي research problem هي نفسه والله research question، يعني سواء حكيت research problem أو research question هي نفس الشيء. فالسؤال البحثي أو المشكلة البحثية itself should determine، لازم نتحدد whether a study is quantitative or qualitative. يعني إحنا أخذنا إيش هي quantitative study وأخذنا إيش هي qualitative study، طب إيش أختار، هاي ولا هاي؟ مين بيحدد؟ مش أنت اللي بيحدد، هو السؤال البحثي تبعك بيحدد، هو الفكرة المشكلة البحثية تبعتك تمام. بس هاي الفكرة. As both qualitative and quantitative approach have their strength and weakness and advantage and disadvantage. بقول لك سواء كان البحث qualitative أو quantitative لكل نوع من أنواع هاي الأبحاث فيه له خصائصه، فيه له أشياء إيجابية وفيه له أشياء سلبية. فعشان هيك neither one is markedly superior to the other in all respects. فعشان هيك ما في بحث أفضل بحث، يعني لا تقولي quantitative أحسن من qualitative، لا تقولي qualitative أحسن من quantitative، لا الثنتين مهمين، الثنتين بنفس المستوى، ما في ولا واحد superior فوق الثاني، كلهم نفس المستوى تمام. فهي الفكرة، يعني ما في شيء أحسن من الثاني. ففكرة الميكس ميثود بس to combine both qualitative and quantitative approach، بيجمعهم مع بعض تمام. طيب نأخذ مثال كيف ممكن يجمعهم مع بعض. طبعا هذا المثال نفسه أخذناه محاضر ماضي. suppose you want to find out types of services available to victim of domestic violence in a city and the extent of their utilization. فبقول لك مثال إنه أنت افترض بدك تلاقي
انواع خدمات محدده المتاحه للضحايا العنف المنزلي، تمام؟ فبدك انت ايش بدك تشوف؟ بدك تشوف type of services، هاي اول شغله بدك تشوفها، and the extent of their utilization، ومدى استخدام هاي الخدمات، يعني انه بدك تشوف ايش هي انواع الخدمات وقديش الناس تستخدم هاي الخدمات تبعت العنف المنزلي، تمام؟ بقول لك انه في هاي الفكره بهذا النوع، يعني بهاي المشكله، انه انت عندك بس تشوف type of services راح تستخدم qualitative study، راح تستخدم بحث qualitative. ليش؟ لانه انت بدك توصف ايش انواع الخدمه بس، يعني مش راح تكون اوكي راح تحكي لي ثلاث انواع من خدمه بس ايش هي اوصف لي اياها. فانت لحتى تعمل ديسكريبشن لهي السيرفيسز تستخدم كواليتيتيف اسبيكت، تمام؟ كمان لحتى تلاقي الاكستنت اوف يوتيلايزيشن، والشغله الثانيه مش حتلاقيها هذا الاكستنت، تمام، للسيرفيس هاي اللي هو قديش ناس تستخدمها. انت كم حدا بيستخدم هاي الخدمه؟ 5 10 200 قاعد تعطيني رقم، في الجواب حيكون كوانتيتيتيف اسبيكت بس، تمام؟ فالفكره ليش في نمبر اوف بيبل بيستخدموا هاي الخدمه، يعني هاي معنى ايه لما احكي اكستنت اوف يوتيلايزيشن، قديش عدد الناس بيستخدموا الخدمه بس، هاي الفكره. فالفكره بهذا المثال انه انت بدك تشوف شغلتين، نوع الخدمات وقديش الناس بيستخدموها. نوع الخدمات بيكون جواب كواليتيتيف اسبيكت، وقديش الناس بيستخدموها كوانتيتيتيف بس، تمام؟ كيف بيجي السؤال؟ عادي ممكن يجيب لك نفس هذا المثال ويقول لك نوع الخدمات ايش نوع البحث بيستخدموه كواليتيتيف، اكستنت اوف يوتيلايزيشن كوانتيتيتيف بس، تمام؟ طيب الميكس ميث ريسيرش انه هذا البحث يكون ميكس ميثود كوانتيتيف مع كواليتيتيف تنتين مع بعض، هو عباره عن انتلكتوال اند براكتيكال سينثيسيس بيست اون كوانتيتيف اند كواليتيتيف ريسيرش. هو اسمه ميكس، فبيستخدم كوانتيتيف وكواليتيتيف بس، هذا بدك تعرفه. وهو النوع الثالث، هو الثيرد ميثودولوجيكال ريسيرش بارادايم. بارادايم معناها نموذج، فانه النماذج البحثيه كواليتيتيف وكوانتيتيف هي واحد اثنين، الثالث ميكس ميثود، تمام؟ بجيب لك ذا ثيرد ميثودولوجيكال ريسيرش بارادايم از ميكس ميثود بس، هاي الفكره، تمام؟ ليش؟ لان كوانتيتيتيف مع كواليتيتيف ريسيرش واسم العالم مش حفظ. طيب انا ايش اختار؟ كوانتيتيتيف ولا كواليتيتيف؟ حكينا الريسيرش بروبلم هي اللي بتحدد، كمان انه ذا تشويس شود بي ابون، انه اختيارك لا تكون عن شغلتين، الايم اوف يور انكويري، انه هدفك من الدراسه شو الهدف تبعك، تمام؟ انه هل انت الهدف معك تو اكسبلور؟ لو كان تو اكسبلور حيكون جواب كوانتيتيتيف، تمام؟ كونفيرميشن تاكد من شغله حيكون كوانتيتيتيف، تمام؟ كوانتيفيكيشن من اسمها كوانتي، يعني كوانتيفي، تمام؟ فكوانتيفيكيشن تكون كوانتيتيتيف كمان. فالفكره انه انت حسب هدفك من الدراسه حتختار نوع، انه سواء كوانتيتيتيف او كواليتيتيف. كمان حسب اليوز اوف فايندينج، انه نتائج البحث اللي حتعمله، تمام؟ نتائج هذا البحث ايش بدك اياها؟ ايش راح تستخدمها؟ هل هي بوليسي فورميشن اور بروسيس اندرستاندينج؟ لو كان بروسيس اندرستاندينج حيكون جواب كواليتيتيف، تمام؟ هاي اكتبوها انتوا، اشياء من عندي، يعني هاي اشياء زياده مش موجوده في السلايدات لكن من عندي. البوليسي فورميشن حيكون كوانتيتيف، تمام؟ فهاي الفكره انه طبعا هذا سؤال سنوات تكرر تقريبا 3 مرات أو 4 مرات وحيجي معاكم زي ما شايفكم. فالاختيار لازم يكون بس انه على ايم اوف ذا انكويري واليوز اوف فايندينجز، تمام؟ هدفك من البحث وهدفك من النتائج، تمام؟ هلا قبل ما نودع، هذا الجدول جدا مهم حفظ صراحه، فيه اشياء جديده، هم نفس الفكره لكن موضحين في جدول، فيه كلمات جديده، فيلا نيجي نشرحه. الفرق الديفرنسز بين كوانتيتيف وكواليتيف ريسيرش، الفرق من ناحيه الفيلوسوفي، فلسفه البحث. بقول لك الكوانتيتيف ريسيرش والكواليتيتيف، نبلش في الخاص نشرح كل شيء كوانتيتيف نقارن مع بعض. الكوانتيتيف الفلسفه تبعته الفيلوسوفي انه هو بيعتمد على الريشناليزم، ريشناليزم معناها السببيه، انه خلص بده يعطيك سبب لكل إشي، تمام؟ بس انه احفظ انه الكوانتيتيف بيستخدم الريشناليزم، لكن الكواليتيتيف بيستخدم الامبيريسيزم، تمام؟ طيب شو يعني الريشناليزم؟ اللي هي السببيه خلص، ريزن. انت تحفظ من السطرين هو بس الريشناليزم اللي هي السببيه معناها ريزن بس. الامبيريسيزم اللي هي في الكواليتيتيف بيستخدم انه سنسوري اوف اكسبيرينس، تمام؟ انه هو قاعد بوصف بس اكسبيرينس محدد بس، هاي الفكرة، هاي الفرق بيناتهم. ايش تحفظ؟ بس احفظ لي هاي لهون، انه كوانتيتيف بكون ريشناليزم، الكواليتيتيف بكون امبريسيزم، تمام؟ شو معناه بالعربي يهبونا؟ والله ما تقولش العربي، امبريسيزم معناها التجريب او اللي هو اكسبيرينس، تجربة، تمام؟ طيب هلا الفرق بيناتهم من ناحية الابروتش اوف انكويري، حكينا الكوانتيتيف بكون ستراكتشرد والكواليتيتيف بكون انستراكتشرد. الكوانتيتيف بكون ريجيد، ريجيد معناها انه صلب او يعني قاسي، تمام؟ بكون صارم يعني هيك اشي خلص شديد، لكن الكواليتيتيف بكون فليكسبل مرن، تمام؟ الكوانتيتيف بكون بريديتيرمنت محدد مسبقا، الكواليتيتيف بكون اوبن عادي مفتوح زي ما بدك تغير فيه، تمام؟ فهذول جدا مهمين، سؤال سنوات هذول اللي هون قاعد بعلم عليهم اخضر كامل، تمام؟ جدا مهمين انه الكوانتيتيتيف يكون ستراكتشرد ريجيد بريديتيرمنت ميثودز، لكن الكواليتيتيف يكون انستراكتشرد فليكسبل اوبن ميثودز، تمام؟ المين بيربوس اوف انفستيجيشن
من اسمه quantitative، فالهدف الأساسي تبعه purpose to quantify the extent of variation، تمام. لكن qualitative من اسمه to describe، حكينا أنا بشوف أي شيء describe حيكون جواب qualitative، ومن هاي اسمها quantify حيكون quantitative، the extent of إشي حيكون quantitative كمان، تمام. طب بالنسبة للmeasurements والvariables بستخدمها في كل واحد منهم، فالquantitative بركز على الmeasurements، تمام، هيك قياسات محددة للvariables، لكن الqualitative بركز على description، فأنت خلاص تشوف description لهذا الvariable، وصف description جواب qualitative مباشرة، هون تشوف measurement variable حيكون جواب quantitative، تمام. بالنسبة للsample size حجم العينة، هاي كمان مهمة لازم تكون عارفين حجم العينة، إنه في الquantitative بكون بدي حجم عينة greater كبير، لكن في الqualitative بكون عادي fewer cases. راح نعرف هذا الشيء بالمحاضرة اللي قدام بالفاينل، حتى هذا الشيء مش هون راح نفهم شو يعني fewer greater sample size fewer sample size، تمام. بالنسبة للfocus التركيز في الquantitative بكون التركيز على narrow focus، لكن في الqualitative بكون التركيز multiple issues قضايا متعددة، فأنت هم تكون مركز على شغلة محددة، لكن في الqualitative تكون مركز على أكثر مشاكل مع بعض. بالنسبة لل research value، تمام، فهون بكون value free هون بكون not value free. فالفكرة شو يعني research value؟ إنه في ال quantitative research بتكون نتائج تبعتك reliable و objective، تكون معتمدة وموضوعية، تمام، وهذا الشيء حكيناه فوق أصلا، بتكون objective إنه aim to be objective و reliable معتمدة. لكن في ال qualitative research بتكون إنه خلاص not value free، تمام، يعني تكون authenticity معناها حسب الباحث، تمام. بس طيب بالنسبة للريسيرش توبك أو إنه إيش بوضح، فبقول لك في الكوانتيتيف ريسيرش إحنا مهتم في البريفيلنس إنسيدنس والإكستنت. بريفيلنس معناها نسبة انتشار، إنسيدنس معناها نسبة حالات جديدة، إكستنت معناها مدى يعني رقم، تمام. فالفكرة إنه أنت في الكوانتيتيف ريسيرش بتركز على بريفيلنس إنسيدنس وإكستنت. سيبونا متعرفاتهم العربي بالله، لأن وجد تعرفاتهم العربي بخزي. لكن في الكواليتيتيف أنت بتركز على الإكسبرينس مينينج، أشياء بيرسيبشن إدراك فيلينج شعور، حكينا إنه إحنا مركز على هاي الأشياء تكون مالها يعني ما بقدر أقيسها، تمام. طيب بالنسبة للأناليسيس، فأنا بستخدم في الكوانتيتيف إيش بسميه فريكوانسي لو مذكرنا أخذناها فوق، ديستربيوشن توزيع، كروس تابوليشن، هاي إيش راح نأخذها قدام. لكن في الكواليتيتيف أنا بكون ناراتيف أند ديسكريبتيف، خلاص ناراتيف بس ناراتيف، حفظنا ناراتيف معناها سردية. شو يعني سردية؟ إنه أنت قاعد تسرد قصة، قاعد تسرد كلمات بس هيك حكي، تمام. لكن هون فريكوانسي معناها أرقام، 50% 60%، كروس تابوليشن نفس الشيء، ديستريبيوشن نفس الشيء، تمام. آخر شغلة اللي هي الكوميونيكيشن، هي نفس الرايتنج، تمام، رح نعرفها المحاضرة الجاية. ففكرة إنه الكوميونيكيشن، فأنت في الكوانتيتيف تعمل تكون مور أناليتيكال إن نيتشر، لكن في الكواليتيتيف تكون مور ديسكريبتيف أند ناراتيف إن نيتشر. ففي الكواليتيتيف تكون وصفية، إنه أنت قاعد توصف، ناراتيف معناها سردية، قاعد تسرد كلمات بس قاعد تحكي حكي، تمام. فهاي الفكرة يعني، بس هاي القصة كلياتها، تمام. طيب هيك نكون خلصنا؟ لا صراحة بدي أحاول أجيب لكم شغلة، بس إنه سلايدات نمر عليهم، تمام. طبعا هذا درايف تبعي، هذول مواد بشرحهم. وين نجيب لكم شيتس؟ يس هون. طيب بس ننزل هذا الشيء. كان الدرايف عليه كل شيء بحياتي والله العظيم، يعني كل شغل الريسيرش، كل شغل الشرح، كل شغل الطب، كل شغل الدنيا، فكل شيء هون. المهم نجيب لكم السلايدز هذول. طبعا هذا الشكل مثل ما انتم شايفين، عشان نكون شاملين، هذا من المحاضره الاولى صراحه، انه حكينا انه انا ممكن اشوف الابلكيشن من اربع اشياء: سيرفيس بروفايدر، ادمنستريتور، كونسيومر، بروفيشنال. بس احفظوا الاشياء اللي فوق، الدكتور حاط هذا الشكل على الفاضي يعني، بس عشان تكونوا عارفين ايش موجود. يعني طلع الكواليتيتيف بيرسبكتيف، هون بحكي لك انه اي وونت تو اندرستاند ذا وورلد فروم يور بوينت اوف فيو، اي وونت تو نو وات يو نو ان ذا واي يو نو ات، I want to understand the meaning of your experience, to walk in your shoes, to feel things as you feel them, to explain things as you explain them. Will you become my teacher and help me understand? طبعاً هل جيمس عرف هذا الشيء، فبس إنه بحكي لك the qualitative research، the perspective تبعته، وجهة نظره هي من وجهة نظرك أنت، تمام؟ يعني صح حكيت لكم إنه لو مذكرين قبل شوي أخذنا في اللكتشر الثاني هون، إن هون أنا حكيت لكم من أهداف أو من خصائص الأخ الكوانتيتيف بكون أوبجكتيف، صح؟ مش سبجكتيف، يعني not subjective.
هلا البحث الكوانتيتيف بيكون اوبجكتيف، لكن بحث الكواليتيتيف اللي هو موجود هون كواليتيتيف بيكون سبجكتيف. شو يعني سبجكتيف؟ سبجكتيف يعني من وجهه نظرك انت، فهي معنى يور فانت كيف شايف الدنيا، هذا هو البحث الكواليتيتيف. تمام، بس احفظ لي كواليتيتيف اختصار هاي الشيء كلياته انه بيكون سبجكتيف. تمام، طيب هلا هذا الشيء انه عشان الايفيدنس بيس ميديسن، طبعا الدكتور حاطه في المحاضرات الثانيه شو يعني ايفيدنس بيس ميديسن، انه انت بتطبق الطب بناء على دليل. فاحنا بال1950 ما كان عندنا دليل بيحكي عن استخدام دواء محدد، فخلال تطور الزمن تمام طلع مثلا هون هاي مدر مع ام بس تمام انه بس فيس اب، بعدين هذا ابصر شو بس انه طلع في تطور زمني بالحياه، في ابحاث بتصير كل سنه، في تقدم بالاشياء البحثيه كل سنه بتصير. فالفكرة انه كل ما احنا نتقدم سنة تمام تعطينا اشياء وادلة اكثر، فبالتالي بتحسن الطب تبعنا. تمام، بس هاي الفكرة يعني هذا شخص يعني اشخاص what do you need evidence، ليش احنا نحتاج الايفيدنس. طلع هذول بصوا شو باقيين يعملوا في هالزمان، باقيين خبصوا ترى زمان. لو ترجعوا قبل الريسيرش الطب باقي تخبيص والله، فالريسيرش يعني نعمة من نعم ربنا علينا يعني. حتى طلع what can prevent common cold، زمان كان بفكروا كل هاي الاشياء بتمنع الكومون كولد اللي هي الرشحة والزكام، لكن بعد ما طلع الريسيرش تمام اكتشفنا انه بس هاي الاشياء بتمنع كومون كولد، مو فيتامين سي فيتامين دي الانتي هيستامينز والعسل والاورال انتي هيستامين وهالسوالف. تمام، فبس انه طلع زمان كانوا فكرين كل هاي الاشياء، بعدين لا الدليل الريسيرش او الايفيدنس حكى لك بس هاي الاشياء. فالفكره ليش، طبعا ليش احنا اخترنا هاي الاشياء، طلع لانه شايفين هاي اللي هون، هذا اللي هون كلياته ريسيرش، يعني هذا بحث وهذا بحث وهذا بحث وهذا بحث وهذا بحث. هذا بحث بحكي لك نستخدم فيتامين سي، هذا بحث بحكي لك انه احنا بنستخدم الابصر شو هاي تمام، هذا بحث بحكي لك نستخدم انتي هيستامين، هذا انتي هيستامين كمان، هذا نستخدم العسل، هذا نستخدم فيتامين دي. فعشان في ابحاث حكت انه نستخدم هالاشياء لعلاج الكومون كولد، فحكينا انه بس هذول الاشياء بيعالجوا الكومون كولد بس. تمام، فبس والله هاي الفكره، هاي المحاضره الثالثه حناخذها، يعني هيك نكون خلصنا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.